كمان بجانب الأخبار اللي حصلت امبارح المتعلقة بفعاليات أو نشاط الرئاسة في القمة الأمريكية الإفريقية، كان في أخبار تانية مهمة حصلت امبارح، من أهمها أن دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء استعرض تقرير حول الفعاليات الثقافية اللي تم تنفيذها في محافظات المنوفية، المنيا، وبني سويف. كمان الحكومة نفت رفع أسعار تذاكر أتوبيسات هيئة النقل العام والنقل الجماعي، وأخبار تانية نستعرضها مع حضراتكم في سياق التقرير اللي جاي. مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، أبرزها إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء استعرض تقرير حول الفعاليات الثقافية اللي تم تنفيذها في محافظة المنوفية والمنيا وبني سويف خلال الفترة من 12 ولحد 24 نوفمبر 2022. وأكد رئيس الوزراء إن مجالات الثقافة والفنون هي واحدة من أدوات قوة مصر الناعمة، وإن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري بتتضمن إقامة أنشطة فكرية ومعرفية وثقافية متعددة ومتنوعة في مختلف المحافظات، وده لإسراء الحياة الثقافية عند المواطنين وخصوصاً لدى أبنائنا من الشباب والنشأ. امبارح أيضاً كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إن الأخبار اللي انتشرت بخصوص رفع أسعار تذاكر أتوبيسات هيئة النقل العام والنقل الجماعي أخبار غير صحيحة، وإن المركز تواصل مع محافظة القاهرة اللي نفت الأخبار دي وأكدت إنه ما صدرش أي قرار بخصوص الموضوع ده، وشددت كمان إنه هيتم اتخاذ إجراءات صارمة وفسخ التعاقد مع أي شركة نقل جماعي هتخالف تعريفة الركوب المحددة. كمان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نشر تقرير تضمن مجموعة من الإنفوجرافات اللي سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء خلال الفترة من 10 ولحد 16 ديسمبر. تضمنت الإنفوجرافات الموافقة على عدد من القرارات والاجتماعات واللقاءات اللي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بالإضافة للأنشطة اللي قام بيها. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك ختام فعاليات التدريب المصري السوداني المشترك حارس الجنوب 2، واللي نفذته عناصر حرس الحدود المصرية وعناصر المشاة السودانية المدربة على مهام تأمين الحدود. جرت فعاليات التدريب على مدار عدة أيام بمجمع تدريب ميادين قوات حرس الحدود في إطار خطة التدريبات المشتركة لدعم آفاق التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين الشقيقين. طيب نروح دلوقتي لما يحدث من أخبار في محافظات الجمهورية المختلفة، ونبدأ تحديداً من محافظة بورسعيد اللي أكد فيها اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أنه بيتم تطوير ورصف الطريق الترابي في شرق بورسعيد بتكلفة وصلت ل 271 مليون جنيه. من بورسعيد نروح لمطروح وافتتاح فرع دار الإفتاء بمحافظة مطروح، أما في القليوبية فتم تنفيذ أعمال رصف المرحلة الثانية في المحافظة. التفاصيل الأكثر من خلال هذا التقرير. محافظات مصر شهدت مجموعة من الأخبار والأحداث، أبرزها تأكيد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أنه بيتم تطوير ورصف الطريق الترابي في شرق بورسعيد بتكلفة وصلت ل 271 مليون جنيه. في محافظة مطروح هيتم افتتاح فرع لدار الإفتاء المصرية للتأكيد على أهمية وجود خطاب ديني وسطي مع مرجعية دينية قايمة على أساس علمي وفقهي وديني صحيح وبدون تعصب. في محافظة القليوبية بيتم هناك أعمال رصف المرحلة الثانية من شارع فريد ندى، وتم وضع الطبقة الرابطة في الاتجاه القادم من كمين أتريب ولحد طريق كورنيش الرياح التوفيقي بطول 750 متر، وتم دفع الأعمال والانتهاء منها والبدء فوراً في وضع الطبقة السطحية لاستكمال أعمال التطوير بالشارع من خلال تركيب أعمدة الإنارة ودهان البولدرات وزراعة الجزر الوسطى. انطلقت فعاليات الأسبوع الثالث من مبادرة نحو مدينة آمنة في محافظة سوهاج لتنمية الأسرة، واللي بتتم في الحديقة المتحفية بمدينة ناصر في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في مجال مدن التعلم. وقامت إدارة القوافل في محافظة بني سويف بتنفيذ قافلة طبية في قرية بني عقبة مركز ببا مكونة من 9 عيادات في 8 تخصصات، هي البطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة والأسنان، وتم الكشف على 1356 مريض وصرف العلاج ليهم بالمجان.
الدكتور محمد عبد الخالق سلام مدير مستشفى المنشاوي العام بطنطا التابع لمديرية الصحة بالغربية أعلن إن النهاردة هيبدأ العمل بالفترة المسائية في العيادة التخصصية المميزة في المستشفى للكشف على الحالات المرضية بأسعار رمزية في التخصصات المختلفة زي البطنة والقلب والأطفال والجلدية والعلاج الطبيعي. في محافظة الشرقية تم الإعلان عن تنفيذ 17900 مشروع ضمن مبادرة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية مشروعك بتكلفة 2,954,754,000 جنيه عشان توفر 53,248 فرصة عمل لشباب وأبناء المحافظة. المهندس سميح عبد السميع وكيل وزارة الزراعة بدمياط أكد أن المساحة المنزرعة من القمح لحد النهاردة 26,250 فدان من مستهدف 32,056 فدان، وشدد على ضرورة تدقيق بيانات حصر القمح نظراً لأهميته الاستراتيجية كمحصول رئيسي مستبشراً بالخير، وأيضاً شدد على الالتزام بتطبيق السياسة الصنفية للقمح. في محافظة المنوفية تم مراعاة تحسين مستوى معيشة الأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً من أبناء المحافظة لتوفير حياة كريمة وآمنة لهم، وتم تنظيم 7 معارض للأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية والملابس الجاهزة لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بالمجان في قرى أبو كلس وأبشادي بمركز الشهداء، بالإضافة لطنوب وكفر ربيع والكميشة وميت الكرام بمركز تلة ومنشأة سلطان بمنوف.